معانا الزميل محمد سعد من محافظة الإسماعيلية. محمد مساء الخير. سعد جوه، خليك معايا انا. مساء الخير زميلي اسامه، اهلا بيك، برحب بيك من امام مدرسه الشهيد محمد السماك. يعني ما زالت الاعداد تتزايد هنا امام هذه المدرسه، يعني هناك عدد كبير من المواطنين هنا في محافظه الاسماعيليه، يعني جاءوا ليدلوا باصواتهم. مع الان على الهواء مباشره المهندس محمد السيد رئيس مجلس اداره شركه القناه لتوزيع الكهرباء. يعني بعد التحيه فندم، يعني كمواطن لماذا أدليت بصوتك، وكيف ترى ضرورة الاهتمام بالإدلاء بالصوت؟ ده طبعا الإدلاء بالصوت ده يعني دي حاجة ضرورية طبقا للدستور والمصلحة البلد واستكمال مسيرة العطاء اللي بدأها سيادة الرئيس. فكان لازم نحس كل العاملين وكل المواطنين على نزول الانتخابات عشان نثبت للعالم كله ان احنا يعني شعب بيدور على الامن والامان اللي حاول سياده الرئيس ان شاء الله، وبيدور على التنميه والرخاء باذن الله. اذا يا فندم، يعني رساله يا فندم الاضواء، يعني رساله ان تدلي بصوتك في احد اللجان، ورساله منكم لكل من لم يدلي بصوته حتى الان وهو ما زال في منزله. احنا كقيادات كان لازم نحس العاملين والمواطنين واسرهم، العاملين حتى مش العاملين بس، العاملين واسرهم لازم نحسهم على النزول والمشاركه، لان ده واجب وطني لازم نقوم به ولازم ننفذه تجاه البلد. رسالة آخر حاجة يا فندم تحب تقول لحضرتك إيه لكل الناس، يعني لسه ما زالت لم تدلي بصوتها حتى الآن، وأيضا كيف ترى كمواطن مصري بعض من يقوم بدعوات مقاطعة الانتخابات؟ لا طبعا بحس كل المواطنين على النزول، لأن ده استحقاق واجب على المواطنين، واللي ما نزلش لازم ينزل، واللي جماعة اللي بيقولوا المقاطعة ومش المقاطعة والكلام الفارغ ده، دول ناس أصلا مغرضين وإرهابيين ومحرضين، وطبعا الشعب المصري واعي والكلام ده كله ولا يأثر فيه. وانت شايف الزحام، وانت شايف التوافد الكثيف قدام اللجان، ده دليل على وعي الشعب، وباذن الله نسبه كبيره جدا هتنزل ان شاء الله، يمكن تعدي ال 50% ان شاء الله. المهندس محمد السيد فندم اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. يعني ما كما ذكرت لك ما زالت الاعداد تتزايد هنا في جميع المقرات الانتخابيه في محافظه الاسماعيليه، وعلى الصعيد الامني يعني هناك انتشار مكثف من قبل قوات الامن، من قوات الشرطه وايضا القوات المسلحه امام جميع المقرات الانتخابيه لتامين المقرات الانتخابيه، وايضا توفير الاجواء المناسبه لجميع المواطنين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه 2018. يعني كانت هذه أهم المعلومات لدي زميل أسامة، الآن عودة إليك من جديد. الزميل محمد سعد كنت معنا من محافظة الإسماعيلية، بشكرك شكرا جزيلا.